سمعنا الكلام اللي قالته ماما يا رحمه. لا مش القصد، بس انا برضو واجب عليا ما ادخلش بايدي فاضيه كده، كان لازم اجيب لكم شويه محاليل ولا ايه؟ خير مش خناقه ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد ده لازم يتربى. يا اخويا بس خف انت الاول وبعدين وريني هتربيه ازاي. هو جاب لكم بلطجيات صحيح؟ يا ابني ده واقف قدام عربيه اشرف وفاتح صدره وراح مطلع مطوتين من جيبه، مطوه في الايد دي ومطوه في الايد دي. يا مامي. لا يا مامي دي بقى تخصص شفيق، اللي فضل طول السكه واحنا رايحين المستشفى عمال يقول يا مامي الحقيني يا مامي الحقيني يا مامي. اقول له يا ابني عيب كده ما يصحش، راح ناقل على التراك التاني الحقني يا بابي الحقني يا بابي. انا نفخت بجلدي بقى يا جماعه. لا اتقل، دورك جاي. انتوا ناويين تعملوا خناقه تاني؟ لا لا انا مش هتخانق تاني.